بشرى سارة، التفاصيل الكاملة لإلغاء مصاريف الباص المدرسي هذا العام، وهذه قيمة غرامة المخالفين. بعد فيروس كورونا الذي اجتاح العالم بصفة عامة ومصر بصفة خاصة، مما تسبب في توقف الدراسة وتعالت أصوات أولياء الأمور حول مستحقاته من المصروفات المدرسية والباص المدرسي، وتقدم البعض بشكاوى إلى وزير التربية والتعليم للحصول عليها نتيجة توقف الدراسة، واتخذ جهاز حماية المستهلك إجراء جديدا بشأن مصروفات الباص. قال أحمد سمير القائم بأعمال رئيس حماية المستهلك إن الجهاز سيعمل على تأمين حق أولياء الأمور فيما يتعلق بمصاريف المدارس الخاصة بالنسبة للأتوبيسات التي تنقل الطلاب، معقبا الخدمة لم تقدم وبالتالي ستعود إليهم المصاريف. وأكد أن الأحقية القانونية طبقا لقانون 181 لسنة 2018 أكدت أن الخدمة التي لم تقدم خلال فترة محددة ويكون فيها انتقاص في الخدمة إما تعاد مرة أخرى أو ترد قيمتها للمستهلك. وأضاف أنه وفقا للدراسات تم الاتفاق على ترحيل مصروفات الباص المدرسي للعام الدراسي المقبل، وسنصدر القرار في التوقيت المناسب وسيحفظ لكل شخص وولي أمر حقه. وتابع أنه في ظل استمرار العملية التعليمية سيتم خصم مصروفات الباص في العام الترم الثاني للعام الدراسي الماضي التي ستطلب من أولياء الأمور في الترم الثاني للعام الدراسي الجديد. وأكد أنه في حال عدم استجابة أي مدرسة للقرار سيتم تحويلها للنيابة الإدارية وفقا لقانون حماية المستهلك، وستطبق عليها غرامات من 10,000 جنيه وحتى 1,000,000 جنيه طبقا لقانون حماية المستهلك، مشددا أن المدرسة التي ترفض الالتزام بالقرار سيكون ضدها قضية في المحكمة وسيتم تنفيذ الغرامة وفقا للقانون، وفي حالة التكرار ستزيد الغرامة من 20,000 وحتى 2,000,000 جنيه. وكان الدكتور أحمد سمير القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك قد قال إن أي سلعة أو خدمة داخل جمهورية مصر العربية تكون من اختصاص الجهاز فيما عدا البنوك والتأمين، وأضاف أن الجهاز وصله أكثر من 32 شكوى فيما يخص أتوبيسات المدارس الخاصة في العام الدراسي المنصرم حيث لم يستفيدوا من القيمة المادية التي دفعوها. وتابع أن الجهاز ينسق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لعدم الإخلال بتوازن العملية التعليمية أو التسبب في ضرر للمستهلك أو المدارس. وحول مشكلة المصروفات الدراسية للمدارس الخاصة قال العام المنصرم الخدمة وصلت فيه والعملية التعليمية استكملت، والخلاف يخص شهر أو شهر وشوية من العام الدراسي المنصرم وخاصة قيمة الأوتوبيسات، وبالتالي لن يتم رد قيمة المصروفات الدراسية للعام المنصرم. وتابع الرأي الأغلب أن يتم خصم قيمة هذا الشهر مما يجب أن يدفعه العام الماضي أو رد قيمته إذا كان الطالب كان في السنة الأخيرة العام المنصرم.